كان خروجا مهيبا يندفع فيه المصريون نحو الحرية والكرامة. خرجوا بالمئات إلى ميدان التحرير مكسرين حاجز الخوف الذي لم يعد يجدي معهم، مطالبين بصوت واحد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل، رحيل نظام كبت على صدورهم وتجرعوا منها لمدة 8 سنوات مرارة الأسى. وكأن روح ثورة يناير لا تزال حاضرة في نفوس هؤلاء، كيف لا وهي من خرجوا فيها قبل 8 سنوات وطالبوا فيها بإسقاط حكم مبارك الجائر. المظاهرات شملت عددا من المحافظات المصرية، فمن القاهرة إلى الجيزة ومن دمياط إلى الإسكندرية وعدة محافظات أخرى. نفس الشعارات التي رفعت لإسقاط النظام مبارك هي التي رفعت اليوم. مظاهرات انطلقت شرارتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت في وقت سابق معلومات روجها الممثل المصري محمد علي تفيد بفساد المقربين من الرئيس السيسي. السيسي الذي استلم مقاليد الحكم بانقلاب عسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، 8 سنوات تردت فيها السياسة وافتقر الوطن والمواطن وانسدت الأفاق في وجه الشباب الذين وجدوا أنفسهم تحت خط الفقر رغم كل الوعود التي تغنى بها السيسي، فما كان على المصريين سوى الانتفاضة والسير على خطى ثورة يناير لرؤية دولة الحق والقانون.